من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. كثير من الأخوات اللي يبون يطلعون رخصة قيادة يتساءلون ويطلبون المشورة، أبو محمد هل نطلع رخصة من البحرين ولا ننتظرن المواعيد الطويلة في الدمام؟ بعضهم مترددة وبعضهم متشجعة وبعضهم تسأل وبعضهم تحاتي، فإيش رايك؟ أوجز لكم بعض النقاط السلبية والإيجابية، إنك تروحين البحرين تستخرجين رخصة ولا تقعدين هنا تنتظرين؟ بعضها تكون صح بعضها تكون خطأ، الخيار والحكم النهائي لكم انتوا. يلا خلنا اوريكم او خلنا اعلمكم على بعض النقاط والحكم لكم. اولا قبل كل شيء انا ما انصح، ولكن اذا كلا ولا بد للمضطرات اضطرارا شديدا رقم واحد. اولا بالنسبة للتكلفة المالية، كم حسبت كم طلعت معاك؟ حطي عليها ارقام زيادة، راح تطلع لك مصاريف مو في الحسبان، قد يكون في رسوب، قد يكون في سكن، قد يكون في استهلاك، قد يكون في قد حطي في بالك ارقام مو في الحسبان. اثنين، مواعيد المدربات والمدربين واجد مزدحمين ومزدحمات واجد، في بنات مؤخرا يقولون اعطاهم مواعيد بعد شهرين وبعد 3 شهور. فضل عن ذلك ان بعض المدربات او بعض المدربين ماخذين اكثر من طاقاتهم، وذي كثير اشتكوا منهم والله أعلم على كلامهم، ويقولون أن هالشيء سبب لهم يعني نوع من التعامل اللي بعض البنات اتشكوا منه على اعتبارنا ضغط، ويبي يستفيد أكثر كم ممكن، وهالضغط النفسي ينعكس على التعامل، مو كلهم لكن جزء كبير منهم حسب ما ذكروا البنات. مواعيد المحاضرات النظرية صارت مزدحمة جدا جدا، ممكن تنتظرين 2 أو 3 حسب ما ذكرت لي كثير من البنات، فعندك هناك انتظار مدرب وعندك انتظار محاضرات نظرية. طيب في نقطة هنا مهمة، هناك في البحرين نظام يعني متعودين على النظام البريطاني، دقيقين جدا، كثير من البنات يشتكون ان الرسوب على الشعرة على اقل شيء حسب ما يذكرون البنات، ممكن تعيدين امتحان، ممكن وذي طبعا كله يكلف فلوس ويكلفك وقت. المشاكل اللي لاحظتها اكثرت بكثرة نكبات بعض المدربين وبعض المدربات، تجين تطقين مشوار جاي من الحس ولا من الدمام ولا بعضهم حتى من الرياض، يمكن المدرب مدربة ما جات، عندها ظروف، غابت، والله ما أدري، ما ردت على الجوال مثلا، طبعا الله أعلم بظروفهم، لكن ذي حصلت حق ناس واجد. طبعا هالشيء ما يشعر فيه المدرب أو المدربة، أنت جاي ضارب مشوار، ترك بيتك، عملك، التزاماتك، ظروفك. كثير من البنات اشتكوا من هالنقطة، مو بكلهم لكن في بعضهم. الأشياء المحتملة تصيدك مثل ما صادت واجد، عقب ما تاخذين رخصة البحرينية تجين السعودية هنا عشان تستبدلينها، المرور بيقيمك. يقولون واجد من البنات رجع المرور حولهم إلى مدرسة شرق، يقول له أنت والله بعد تحتاجين تدرسين 6 ساعات أو 12 ساعة وتروح تمسك طابور من جديد. ذي يقولون في بنات واجد حتى نتواصلوا معايا، لكن كم أكثر أقل ما أدري، فهنا صار عندهم معاناة جديدة، وكأنك يا زيد ما غزيت. وصارت قصص ومواقف شخصية كثيرة لست بصدد ذكرها، إنزين، ولذلك سألت أنا أغلب البنات، لا ما بقول أغلب لكن نسبة كبيرة من البنات اللي درسوا في البحرين يقولون إذا مضطرين لا تدرسوا في البحرين، خلوكم، خصوصا الفترة الجاية في مدارس بتفتح في السعودية إضافية، مثلا في الدمام عندنا مدرسة الدمام النموذجية قريب تفتح جدا جدا، أقل من شهر أتوقع. كذلك في بعض المناطق أعلن عن المرور حوالي 9 مدارس راح يفتحون، ولذلك أنا أقول لا تروح البحرين إلا المضطرة فعلا، وتعرف شوي تسوق، خصوصا اللي كليا ما تعرف ولا شيء، يعني ممكن مو بأكيد لكن ممكن تتعرض حق خسائر وضياعة وقت وهالكلام، لأن ترى الترحال بشكل يومي أو كل أسبوع ترى مو بشيء سهل، خسارة فلوس وخسارة وقت. ولذلك أنا لازم أكرر أقول للمضطرة، ترى هناك الغلطة على الريحة، وطبعا الأمر القرار النهائي لكم، أنا نقلت لكم تجربة